السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مكملين برضو معاكم في أنواع مخارج الهواء. في نوع تاني اسمه الجيت ديفيوزر، دوت بيستخدموه طبعا للارتفاعات العالية اللي بتوصل لغاية 30 متر إلى السقف، وبتكون برضو رأسية أو أفقية، وبتستخدم في المطارات والمساجد والصالات الرياضية والسباحة، وبيتصنع من الألمونيوم. وطبعا قبليه في البلينيوم بوكس، وطبعا البرج الدروب بتاعه بيبقى عالي. وبرضه بنجيب بقيه الحاجات بتاعته زي ما قلنا، النويز كريتير والكلام ده كله من المعادله او من الكتالوج. في نوع تاني اسمه الدور جريل، ده بيمر الهواء خلال الابواب. وفي السلوت اوف ديفيوزر، ده بتشبه جريلات، ده في الاماكن اللي هي الديكوريه، وده بيبقى غالي الثمن اللي هو السلوت دوت، عشان بيديلك اشكال ديكوريه حلوه والوان كويسه طبقا للسقف. فالسلوت دوت ده حسب الديكور، الناس اللي بتستخدمه في الفيلل بتاعتها بتبقى السلوت، بيبقى نوع السلوت بيبقى غالي. وبرده بيبقى بيركب برده بلينيوم بوكس، وبرده في بريجر ديفيوزر عالي اللي هو فقدان الضغط برده عالي، والمقاسات بتاعته بتبقى ثابته، وكل حاجه بنجيبها زي ما قلنا من الكتالوج او المعادله اللي احنا شرحناها في كل المخارج الهواء. وفي بقى سويرل ديفيوزر اللي هو بيبقى على شكل دوامات وارتفاعات لغايه 5 متر، والهواء بيخرج على شكل دوامات. وبرده في عندي اللي هو في البريميا بيرفوريتد بقى ديفيوزر، دوت بيبقى قبله بيبقى فيه فلاتر، وده طبعا دوت البيرفوريتد ده ديفيوزر، طالما اعرف كده في فلاتر يبقى بيستخدم في غرف عمليات، الحاجات اللي هي عايزه الهواء بيبقى نقي جدا، عشان كده بيحطوا الفلاتر. وطبعا ده بيستخدم في غرف العمليات وفي المصانع بتاعت الادويه اللي هي البرفوريتد ديفيوزر، ده مهم جدا في غرف العمليات ومصانع الادويه، لان الهواء انت عايزه نقي جدا. فطالما عايز الهواء نقي جدا بتستخدم البرفوريتد ديفيوزر، عايز اشكال ديكوريه والوان يبقى السلوت، ودول غاليين جدا طبعا عن الاشكال اللي فاتت. في بعد كده الديسك فالف، ده بنستخدمه بقى في الحمامات وفي المطابخ. فبكده دي كلها تكون الانواع المخارج الهواء اللي احنا طبعا لازم تكون عارف كل نوع وبيستخدم في ايه، عشان وانت بتصمم يبقى ما ينفعش مثلا تجيب الديسك فالف اللي هو بتاع الحمامات والمطابخ تحطه مثلا في مستشفى او كل حاجه ليها، لا المستشفى ما ينفعش تحط مثلا سكوير، لا انا عايز برفريت الديفيوزر عشان في فلاتر، في مكان مش هيصلح اركب السكوير يبقى هركب الراوند، الشكل بتاعي على شكل دائري فطبعا يبقى الراوند افضل من السكوير، وهكذا. فانت بتشوف الشكل اللي قدامك ايه، هل هو اللي موجود بلاط السقف مثلا سكوير، طب خلاص يبقى اركب سكوير، بلاط السقف الموجوده راوند اركب الراوند. طيب فكل حاجه انت بتركبها على حسب برضه التنسيق مع المعماري والكهرباء والاشكال والشكل الجمالي، والمعماري اهم حاجه في الحاجات دي، لان انا مش هينفع يقول لي مثلا ده البلاطه عندي، المعماري يقول لي ده البلاطه مثلا ده شكل دائري، او انا رايح معتمد انا كاستشاري مخارج هواء سكوير يبقى انا كده ما بفهمش، لا انا بعتمد بلازم اراجع مع المعماري. زي ما قلت لكم عايز حاجه ديكوريه وشكلها ديكوري كويس والوان وحاجات زي كده يبقى اجيب السلوت ديفيوزر، يبقى انا بتفق مع المعماري، لا ده انا عايزين طبعا كل ده طبقا للمالك عايز ايه والعميل عايز ايه، فكل ده بيتحدد وانت بتعرفه معاك جدول الكميات، معاك مواصفات، معاك المهندسين اللي معاك بتنسق معاهم. دي اهم حاجه عشان لما تيجي تركب اي مخرج من مخارج الهواء، والمعادلات وكتالوجات زي ما قلنا بكل شركه. ونتمنى طبعا التوفيق للجميع، وهنكمل معاكم بكره ان شاء الله، انتظرونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.